رئيس السيسي يفتتح مجمع الإصدارات المؤمنة ويؤكد أن جميع الخيارات في التعامل مع قضية سد النهضة مفتوحة. شكري يؤكد عقب لقائه الحريري أن مصر حريصة على بذل كل الجهد لاستقرار لبنان. وعون يؤكد أن المسؤولية الرئيسية عن الأزمة المالية في لبنان تقع على عاتق البنك المركزي. منتصف الليل العاشرة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة والذكية، والذي يعد صرحا تكنولوجيا عملاقا فائق القدرات الفنية المتطورة في مجال تصنيع وإصدار الوثائق الثبوتية المؤمنة، حيث أكد الرئيس أن المجمع سيحدث نقلة في خطة الدولة للتحول الرقمي، وسيساعد في منع التزوير والفساد بالإضافة إلى حوكمة الإجراءات. في 2015 يعني ما كانش أبدا واضح لكتير من اللي احنا بنتكلم معهم فيه الهدف منه، يا ترى يعني ايه الكلام دوت؟ وكنا دايما بنقول ان المجمع ده هيعمل معانا نقلة كبيرة قوي، خاصة لو حطينا ده مع فكرة الحكومة الذكية يا دكتور مصطفى اللي احنا رايحين لها في العاصمة. احنا كنا بنتكلم كتير بانه احنا عايزين نطور بلدنا، وعايزين نطمن ان احنا ماشيين بشكل جيد، ونتكلم في الفساد ونتصور ان الفساد إرادة سياسية فقط. لا، مش إرادة العاملين في الدولة ان هم يحققوا كده، لازم يكون في نستفيد من العلوم ومن التكنولوجيا اللي موجودة المتاحة في العالم عشان تساعدنا على ان احنا كل المستهدفات او كل الاهداف اللي احنا حطيناها ممكن تتحقق، واللي يبقى احنا بنتحرك وقت كتير قوي وبنضيع جهد كبير قوي وما بنحققش اللي احنا عايزينه. انا اتصور ان مجمع الوثائق المؤمنة هيضيف لبنة جيدة في ان احنا نبقى واثقين في انفسنا. لما نيجي نقول الشهادة دي محدش بقى يتحسب ويقول لي لا دي ممكن تكون مزورة، ده ممكن يكون، لا مش هيبقى كده. بدام طلعت من المركز هنا خلاص بنسبة كام؟ 99.9. طب انا سايب 1% ليه؟ لان برضو يعني مش عايز اقول المستحيل، يعني مستحيل ان يتعمل ده، لكن بنقول يعني هيبقى قد يكون مستحيل. وبالتالي لما نيجي نقول النهاردة الشهادات اللي موجودة مع الطلبة بتاعتنا في مراحل التعليم المختلفة زي ما تقال، أو في الجامعات ورسائل الدكتوراه زي ما بيتقال، خلاص كل واحد معاه وثيقة يصعب أو يستحيل إن هي تبقى مزورة. وأكد الرئيس السيسي أن تكلفة مجمع الإصدارات المؤمنة تقترب من $1 مليار، مبيناً أن الدولة المصرية يمكنها افتتاح مشروع جديد كل يوم، وذلك بجهد المصريين. اللي طرح ده هو عبارة عن جزء من الأفكار اللي تم التعامل معها دلوقتي. بعد كده طبعاً كل وزارة، لو قلنا كنا عايزين لنا يومين كل وزارة تقوم تقول لنا ايه اللي هي الإجراءات اللي هتعملها لصالح الوزارة اللي خاصة بيها في الاستفادة من هذا المجال. بالمناسبة المكان ده قد يقترب ثمنه من $1 مليار. قد يقترب ثمنه من $1 مليار بأرضه بحاله بمحتاله. عشان ايه؟ طب يعني ده مبلغ كبير قوي ان احنا نصرفه. طب في حد من المنطقة يعني في عناصر من المشروع ده موجودة ممكن تبقى موجودة في دول، لكن التكامل ده أتصور أنه هو موجود عند دول قليلة جدا يتعدوا على صوابع الإيد الواحدة أو الإيدين في العالم كله. إحنا بنتكلم على دولة جديدة، وأنا قلت لكم الكلام ده قبل كده، وكلام ما أنا بقوله مش أنا لو عايز أفتتح كل يوم مشروع كل يوم، بس خايف عليكم، والله خايف عليكم. لو كل يوم في مشاريع تتفتح كل يوم كده، اتعملت ازاي؟ اتعملت بجهدكم وبفكركم وبإرادتكم وبأموالكم.
لو عايز كل يوم مشروع بمستوى موجود، فكل شوية نطلع مشروعين ثلاثة كده عشان بس ايه يعني نطمن نفسنا ونطمنكم ان احنا ماشيين على الطريق الصحيح. هذا ووجه الرئيس بتوثيق أراضي الدولة لحمايتها من التعدي ونقل ملكيتها وفق وثائق مؤمنة. أراضي الدولة يا دكتور مصطفى دلوقتي وأراضي الأوقاف تطلع وثائق بيها بالكلام دوت. الوثائق دي يكون بس الأمور يعني تدققت بشدة يعني بدقة شديدة، ونطلع بيبقى عندنا مستندات دي ملكية الدولة. الأرض اللي أنا بتكلم عليها 100,000 فدان دول بتوع الدولة، ما يروحوش لحد تاني إلا بقرار ينقل ده وتتعمل إجراءات النقل بتاعته بورق مؤمن برضو، عشان ما يبقاش في فرصة لحد إنه يخش يتعدى على أراضي الدولة مثلا. أما في قضية سد النهضة فقد أكد الرئيس أن جميع الخيارات في التعامل مع هذه القضية مفتوحة، داعيا الحكومة الإثيوبية إلى عدم إيصال القضية إلى المساس بنقطة واحدة من مياه مصر والتعاون في هذا الملف بدلا من التعنت. وأضاف أن مصر تواصل حاليا تنسيقها مع السودان حول المواقف في هذه القضية العادلة وفق القوانين الدولية. إحنا مع منسقين مع أشقائنا في السودان على الإجراءات، وإحنا هنتحرك مع إحنا بنعلن وبنأكد للعالم عدالة القضية بتاعتنا وفي إطار القانون الدولي. وبالتالي بقول في إطار القانون الدولي والأعراف الدولية ذات الصلة بحركة المياه عبر الأنهار الدولية. نتحرك أكتر، ننسق مع بعضنا أكتر، أشقائنا في الدول العربية والإفريقية هيطلعوا على الأمر وهم بيشوفوه دلوقتي بالتجربة والنتائج بتاعتها. في النهاية أنا بقول لكم تاني وبقول للأشقاء في أثيوبيا، بلاش إن احنا نصل لمرحلة إنك أنت تمس نقطة مية من مصر، لأن الخيارات كلها مفتوحة. الخيارات كلها مفتوحة، وتعاوننا أفضل، تعاوننا أفضل، نجري ونبني مع بعضنا أفضل كتير من إحنا نختلف ونتصارع. وعايز أقول لكم على حاجة، أنا لمست خلال يعني السنين اللي فاتت إن في عند أشقائنا في أثيوبيا شكل من أشكال يعني الشعور يعني بعدم الراحة، لأن المية دي بتروح مصر كده. أنا بتكلم على مين؟ على الرأي عام. لا، طب ليه؟ اللي احنا كلنا مع بعض، وفي الاخر ده موضوع ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيعمله وهو اللي عمله، واللي نزل الميه هناك ربنا، واللي خلاها تيجي هنا مصر ربنا. ما احنا لو كانت الارض مش مرتفعه عندنا ما كانش جت حاجه، لكن هي جايه في مسار ربنا سبحانه وتعالى ما حدده، واللي عمله ربنا مش هيغيره البشر. وأكد الرئيس السيسي أن الدولة ستستغل كل فرصة ممكنة لتنفيذ مشروعات المياه، مشيرا إلى أنه يجرى العمل على 15 مشروعا لمحطات رفع المياه. كل فرصة موجودة عندنا في تعظيم الاستفادة من المياه هنعمل لها المشاريع الخاصة بها مهما كان تكلفتها. وأنا هقول لكم على رقم خاص بالمياه بس في الحتة دي، اللي هو المحطة اللي أنا بتكلم عليها اللي هي محطة الحمام. اللي بتكلم على دي بس احنا هنعمل 15 محطة رفع مية عشان ناخد المية من منسوب منخفض الى منسوب مرتفع في محطة الحمام. ليه؟ لان احنا زي ما قلت امبارح كده ان المية كانت بتي من اسوان لغاية الدلتا، دي مية بتمشي بالانحدار الطبيعي للارض، فاحنا ما بندفعش حاجة، جاية من العالي أنا آسف للمنخفض، وبالتالي مش محتاجين أكتر نحن يعني البنية الأساسية بتاعتها اللي كانت الترع واللي موجودة كانت بتساعد على كده. طيب لو أنا النهاردة حبيت أعمل المية دي، أعمل المحطة دي في نهاية الاستخدام بقى، هودي المية فين؟ أعملها وارميها البحر ولا أعملها واستفيد منها في أماكن تانية؟ طيب
في مكانين دلوقتي موجودين احنا عملنا فيهم كده، واحده في المحسمه في سينا دي 1,000,000 متر، ودي تم افتتاحها من حوالي 8 شهور ولا 7 شهور. والمحطه الثانيه المفروض ان هي خلال يوليو هنفتتحها، ودي 5.6 مليون متر ميه، كنا برضو ميه صرف زراعي وصناعي وصحي، لكن احنا بنستخدمها يعني بنعمل محطات طبقا لمعايير عالميه يا جماعه، يعني مش بناخد ميه هنحط نزرع بيها، لا لا، دي هيتم معالجتها تبقى زي ميه الشرب. وأكد الرئيس أن مشروع تبطين الترع وتطويرها هدفه هو الاستفادة من كل نقطة مياه. مشروع تبطين الترع، المشروع ده يعني كل يعني كان وزير الري بيحلم بيه من زمان، يعني مش جديد، لكن احنا كان على طول تصدينا في إطار ايه وأعده برضو، ان احنا ما فيش نقطة مياه ممكن نستفيد منها إلا ما احنا بنستفيد. فدخلنا في موضوع تبطين الترع. انا بقى بتابع الراي العام ومواقع التواصل وشايف يمكن شكل من اشكال القلق، وبصراحه القلق بتاعكم له يعني مستحق ومشروع، يعني اوعوا تفتكروا انه لا لا، ايوه تقلقوا وانا معاكم قلقان. هتقول لك انت بتتكلم طبعا مش بلدي وانتوا مش ناسي وانا مسؤول عنكم قدام ربنا وقدامكم، لا طبعا، ولكن هقول حاجه. طب يا ترى كل واحد قلقان على الميه حريص على الميه؟ طب انا لما قلقت على الميه من امتى تفتكروا؟ من امتى قلقت على الميه؟ من 2011. من امتى؟ من 2011 أول ما بقتش أرتاح ولا أقدر أطمن من 2011 تحديدا من 25 يناير، عرفت إن إحنا هيبقى عندنا مشكلة كبيرة أوي. أما عن نقل المومياوات الملكية فقد أكد الرئيس أن الهدف من حفل نقل المومياوات هو تسليط الضوء على عمق الحضارة المصرية وعلى استمراريتها على مر العصور. الاحتفال بتاع الموميات دول لحكام لمصر من 3500 ولا 4000 سنة كانوا قادة وكانوا وطنيين ورسموا وكتبوا في التاريخ على مدى 4000 سنة حبهم لبلدهم. واحنا برضو لما عملنا النقطة دي كنا عايزين نقول خلي بالكم الدولة دي مش دولة من زمان قوي، ومن زمان قوي الأيام ما كانت المية بتنزل محدش كان لا بيمنحها ولا حد كان بيوديها، هي بتنزل كده ربنا خلى المية تروح هناك وتجيلنا هنا واتقامت الحضارة ديت، والحضارة دي هتستمر، والحضارة اللي احنا موجودين فيها دي هتستمر. كما تفقد الرئيس السيسي منشآت مجمع الوثائق المؤمنة وخطوط الإنتاج المختلفة والتي ستتضمن إصدار مختلف الوثائق الحكومية من خلال منظومة مركزية موحدة على المستوى القومي، بما يضمن حوكمة إصدار وثائق الدولة بأحدث مواصفات التأمين العالمية مثل الشهادات للمراحل التعليمية، جوازات السفر المؤمنة، وثائق معاملات الأحوال المدنية بأنواعها، وكافة وثائق الشهر العقاري والعقود الحكومية النموذجية، بالإضافة إلى البطاقات الذكية وغيرها من الوثائق. كما تفقد الرئيس السيسي مبنى النموذج الاسترشادي لمركز خدمة الجمهور بمجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، ووجه الرئيس خلال جولته بتطبيق الذكاء الاصطناعي في إصدار الشهادات الدراسية، وذلك للحفاظ على مصداقيتها.
هذا وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي عن سعادته بافتتاح مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، والذي يعد صرحا تكنولوجيا عملاقا سوف يمثل قيمة مضافة كبيرة لدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وبناء دولتنا الحديثة. نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا تضمن إنفوجراف تسلط الضوء على إنشاء مصر أكبر وأحدث مجمع صناعي تكنولوجي متكامل الإصدارات المؤمنة والذكية في الشرق الأوسط وفي أفريقيا. وأوضح التقرير أن التكلفة الإجمالية للمجمع بلغت نحو مليار دولار، حيث تم تنفيذه وإنتاج مخرجاته بأياد مصرية من شباب خريجي الجامعات المصرية بنسبة 100%. وأبرز التقرير أهداف المجمع والمتمثلة في تحقيق أهداف الدولة في التحول الرقمي والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بالاعتماد على قواعد بيانات سليمة ومؤمنة. ورصد التقرير ورصد أهم منتجات المجمع، ومنها وثائق الهوية وكروت المدفوعات والطوابع الضريبية وغيرها من شهادات المحاكم وتوكيلات الشهر العقاري وغيرها. أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد كلف ببدء الاستعداد لاحتفالية افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة. جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة لبحث الاستعدادات والترتيبات اللازمة لاحتفالية افتتاح العاصمة، وذلك بحضور عدد من المسؤولين بالإضافة إلى مسؤولي الشركة المشرفة على تنظيم الاحتفالية. هذا وأشار مدبولي إلى أن الاجتماع بحث سيناريوهات الاحتفالية المرتقبة إذناً ببدء العمل الحكومي رسمياً من العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك اختيار أفضل المواقع المناسبة لإقامة الاحتفالية. وتفقد مدبولي عدداً من المواقع المقترحة لإقامتها مثل ساحة الشعب ومنطقة ساري العلم وغيرهما من المناطق. واستمع رئيس الوزراء من مسؤولي الهيئة الهندسية إلى شرح حول موقف تنفيذ الحي الحكومي، حيث تمت الإشارة إلى اكتمال المباني بنسبة 100%. تواصل وزارة الداخلية تطوير الأقسام والمراكز الشرطية على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال خطة مرحلية تهدف إلى تطوير كافة الأقسام والمراكز الشرطية برفع كفاءتها الإنشائية وتزويدها بالتكنولوجيا الحديثة وبما يسهم في تقديم خدمة أمنية حضارية للمواطنين. رؤية متكاملة تنتهجها وزارة الداخلية للانطلاق نحو آفاق رحبة من التطوير والتحديث تنال كافة قطاعاتها ومنها الأقسام والمراكز والنقاط الشرطية للوصول بها إلى شكل حضاري يتوافق مع الطفرة المعمارية الحضارية الكبيرة التي تشهدها البلاد، وبما يتيح تقديم خدمة شرطية لائقة للمواطنين. تطوير وتحديث الأقسام والمراكز والنقاط الشرطية يشمل وضع نموذج ومواصفات موحدة لها لتبدو بهذا الشكل المعماري المتفرد من الخارج والذي اختير بعناية. وزارة الداخلية ومن خلال خطة زمنية محددة تقوم برفع الكفاءة الإنشائية والتكنولوجية لكافة الأقسام والمراكز الشرطية. بانتهاء الخطة الزمنية
سيصبح هذا هو الشكل الأساسي لها من الخارج، وبمواصفات حضارية ومعمارية جديدة، وبما ينعكس على مستوى الأداء والخدمة الأمنية المقدمة في هذه الأماكن بعد تطويرها، في ظل الاعتماد على منظومة تكنولوجية حديثة لتلقي البلاغات وسرعة التعامل معها. وقد روعي عند تصميم تلك الأقسام أن تكون واجهة حضارية للشرطة المصرية، وبما يسمح بمواكبة المستجدات الأمنية ويليق بالمواطن المصري الذي يتعامل بشكل يومي معها، سواء ببلاغات أو شكاوى أو خدمات جماهيرية يتلقاها. لم يقتصر التطوير على الشكل الخارجي، وإنما امتد إلى جوهر العمل الأمني داخل تلك الأقسام، وبما يتفق مع مبادئ حقوق الإنسان ويلبي احتياجات المواطنين بصورة حضارية وسريعة. كل هذا يؤكد على اهتمام وزارة الداخلية برفع الكفاءة الإنشائية والتكنولوجية لكافة قطاعاتها، وبما يسهم في تقديم خدمة أمنية أفضل للمواطنين مع رفع كفاءة الأداء الأمني، ويتفق مع الطفرة الهائلة التي تشهدها البلاد حضارياً وتكنولوجياً ومعمارياً، ما يتطلب معه مواكبة أدوات العمل الأمني لهذه الطفرة. اختتم وزير الخارجية سامح شكري لقاءات في لبنان باجتماعاته مع رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، ويزور شكري لبنان للتأكيد على دعم القاهرة لبيروت ومساندة مصر للجهود المبذولة للتغلب على أزمته الراهنة. وعقد وزير الخارجية مؤتمرا صحفيا عقب اجتماعه مع الحريري، أكد خلاله أن مصر حريصة على بذل كل الجهد لاستقرار لبنان. الروابط التاريخية اللي تجمع بين مصر ولبنان والأرضية الراسخة من المشاعر الفياضة بين الشعبين وعلى المستوى السياسي تجعلنا دائما حريصين على كل جهد يبذل من أجل خير لبنان ومن أجل من خلال ذلك خير المنطقة وتحقيق استقرارها والعمل على الارتخاء بها واستعادة لبنان لمكانتها وقدرتها اللي هي كبيرة ودائما كانت داعمة لمحيطها العربي والإقليمي. نتطلع لاستمرار التنسيق والحوار الوثيق مع كافة الأطياف دولة الرئيس وجهوده من أجل الخروج من هذه الأزمة، من أجل الاعتماد على الأرضية القانونية المتمثلة في الدستور وفي اتفاق الطائف، ونتمنى دائما للبنان كل التوفيق ونظل كتفا لكتف لمواجهة التحديات والخروج من التداعيات والتحديات المرتبطة بالأوضاع الاقتصادية وأيضا جائحة الكورونا. أكد وزير الري السوداني ياسر عباس أن بلاده تقدمت بمقترح الآلية الرباعية للتفاوض ووافقت عليه مصر، لكن اعترضت عليه إثيوبيا بحجة أنه لم يقدم رسميا. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده وزير الري السوداني حول آخر تطورات مفاوضات سد النهضة، حيث أكد عباس أن مصر أيدت مقترح السودان بمشاركة مراقبين في المفاوضات لكن إثيوبيا رفضته، مشددا على أن عدم التوصل إلى اتفاق عادل بشأن سد النهضة يهدد الأمن والسلم الإقليميين. وفي هذا الإطار أكد وزير الري السوداني أن إثيوبيا اعترضت على كافة المقترحات التي تقدمت بها الخرطوم والقاهرة، مشددا على تمسك الخرطوم بالتفاوض واحترام القانون الدولي. هذا وأشار أيضا عباس إلى أن السودان سيستمر في الحفاظ على موقفه المبدئي بحسن النية والتمسك بمبادئ القانون الدولي للمياه. اختتمت فعاليات مؤتمر القاهرة القومي الأول لشباب جنوب السودان، والذي عقد تحت شعار من أجل جنوب السودان بالمركز الأولمبي بالمعادي.
وعقد المؤتمر في إطار فعاليات وحدة وادي النيل رؤى مستقبلية. وخلال اليوم الختامي وجه وزير الشباب والرياضة الجنوب السوداني الشكر للرئيسين السيسي وسيلفا كير، كما أكد أن مصر قدمت عددا كبيرا من المنح لجنوب السودان. تواصل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بينها وبين شركة ويلز تاورز واتسون لتقييم وتطوير كوادر التنسيقية. وتجري التنسيقية الاختبارات الإلكترونية الشخصية المطلوبة للأعضاء بهدف قياس القدرات والمهارات المختلفة الخاصة. تقييم الواحد عامة بيعتمد على 36 مجموعة اختيارات. الاختيارات دي بتبين الاختيارات الشخصية لكل فرد من الأفراد الموجودين، بحيث أنه هو دايما الاختيارات بترغم على إظهار إيه هي الإمكانيات أو التفضيلات والكفاءات اللي هي موجودة. ففي 36 مجموعة اختيارات، كل مجموعة اختيارات ممكن يكون ما بين 7 أو 6 اختيارات، وفي بعض الأحيان بنوصل لمرحلة أن احنا بنضيق الاختيارات بحيث ان الاشخاص فعلا يبينوا اللي هم بيفضلوه او ما بيفضلوهوش. ساعتها بنقدر نطلع بتقييم حقيقي فعلا بيترجم في صوره تقرير تنميه اللي هو بيستخدم بعد كده في التطوير. على مدار الثلاث ايام اللي فاتوا احنا عملنا عمليه التقييم ل 200 عضو من اعضاء التنسيقيه، واتقسموا على مجموعات نتيجه الاجراءات الاحترازيه ان احنا دايما خايفين على سلامتهم. وبالفعل الحمد لله النهارده اخر يوم ان احنا هنشوف الريبورتات اللي كلهم منتظرينها، ان عمليه التقييم تمت من خلال استبيان، والاستبيان بيبين نقاط القوه والنقاط اللي محتاج ينميها في شخصيته. من خلال التقارير دي كلها هنبقى عارفين ايه هي الدورات التدريبيه، ان احنا نبتدي ان شاء الله نشتغل مع افضل الشركات التدريب اللي موجوده في مصر عشان نقدر نثقل من المهارات القياديه لدى اعضاء التنسيقيه. الدخول داخل الكيان زي التنسيقيه مش نهايه المطاف، لازم الاجاده داخل الكيان والكفاءه داخل الكيان والوصول بكيان لاعلى مكانه ممكنه. فبالتالي محتاجين كل شويه نقيم نفسنا، محتاجين نطور من ادائنا، محتاجين نتاكد من كفاءتنا اذا كان في خطوات قادمه في اي مراحل التمكين او حتى في مراحل الاداره الداخليه، محتاجين ان احنا نقف على مقاومتنا الشخصيه والاداريه والقياديه بشكل اكبر. من المهم جدا ان يبقى في معايير واضحه للمنظمه وللفرد ان هو يعرف هو فين ومحتاج يوصل فين ومحتاج يشتغل على نفسه في ايه، وايه المميزات اللي عنده محتاج يقويها او يحافظ عليها. وبالفعل دي طريقه ساينتفك ان احنا نوصل للهدف ده. فالاسسمنت مهم جدا لنا، مهم جدا للمنظمه بتاعتنا التنسيقيه ان احنا نتحسن ونحسن اعضائنا. فكره جديده وعظيمه بالنسبه للشباب التنسيقيه، ويمكن دي لاول مره الشباب السياسيين بيبقى لهم وشباب الاحزاب فكره تقييم للحاجات الشخصيه او السمات الشخصيه الموجوده في كل شخص فينا، فبيبقى عارف مهاراته القياديه بتتحرك لفين، التواصل المجتمعي اللي هو بيقدر يتعامل معاه، السمات الهامه في ان هو يكون قياده سياسيه في المجتمع. علشان احنا من بعد التقييم لما بتظهر لنا النتائج بنبدا نحصل على تدريبات في نقاط الضعف اللي موجودة في شخصيتنا، أو إزاي إحنا ممكن نزود نقاط الضعف وتبقى بالنسبة لنا نقاط قوة، وإزاي نعلي نقاط القوة بسرعة أقوى. أنا شايفة أن التجربة فعالة جدا بصراحة. أنا كنت مبهورة بطريقة الأسئلة وإزاي كان الموضوع بيتغير، يعني الأسئلة بتتكرر بشكل غير مباشر بحيث أنهم يشوفوا أنت الرد الأولاني كان هل متطابق مع الرد التاني ولا لأ. لاحظته في كذا سؤال من الأسئلة. الأسئلة شخصية جدا، يعني بتبين شخصية الشخص اللي بيعمل الاختبار.
بحيث انها تطلع احسن ما فيه. الحقيقه هي تجربه مشوقه جدا وحفزت جوانا الفضول ان احنا نعرف نفسنا اكتر، وكبرت فينا الايمان بتجربه التنسيقيه ككل. قد ايه تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين مؤمنه بالكوادر اللي طالعه منها، ودايما في حاله من التحديث وفي حاله من الاثقال المواهب او القدرات او الجدارات. فكره ان انت تلاقي نفسك شاب مصري او جيل وسط وتجربه زي التنسيقيه مهتمه جدا ان هي تحسن اكتر واكتر فينا، ده بيزود ايماننا بالتجربه اكتر وبيزود انتمائنا للدوله اللي شايفانا اكتر. يعقد المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجيه اليوم الخميس مؤتمر حقوق الانسان بناء عالم ما بعد الجائحه، ويتناول المؤتمر تأثير جائحة كورونا في ظل حضور رفيع المستوى من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلين عن المنظمات التابعة للأمم المتحدة، ذلك بالإضافة إلى مشاركة واسعة من منظمات المجتمع المدني العاملة في المجال التنموي، حيث تستعرض تجاربها الناجحة على مدار عام كامل منذ ظهور وتفشي الوباء العالمي. خمس وزراء، 37 سفارة أجنبية، 50 وكالة إعلامية دولية، منظمات دولية، 50 نائب وبرلماني مصري، 15 خبير ومتحدث، عروض مبادرات مصرية ودولية، أفلام وثائقية، مناقشات حية مع الحضور، كل ذلك في مؤتمر حقوق الإنسان بناء عالم ما بعد الجائحة، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، فندق فور سيزونز، 8 إبريل، ينظمه المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية برعاية. استعرض صندوق تحيا مصر جهود تطوير الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين خاصة الأسر الأولى بالرعاية، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأكد مدير الصندوق تامر عبد الفتاح السعي للتوسع في توفير الخدمات الصحية في مختلف التخصصات في المناطق الأكثر احتياجا، هذا فضلا عن المشاركة الفاعلة في جهود الدولة لرفع كفاءة المستشفيات والمراكز الصحية وتنظيم القوافل الميدانية بما يضمن تقديم الخدمة الصحية في المناطق النائية. وجاء في أبرز ما قدمه الصندوق القضاء على قوائم الانتظار لفيروس سي، بالإضافة إلى توفير العلاج ل 363 ألف مريض. تتواصل أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة في مختلف محافظات الجمهورية وسط ردود أفعال إيجابية من المواطنين. ففي سوهاج استكمل قطار الخير جولاته في مراكز المحافظة لتقديم المواد الغذائية والطبية، فضلا عن قيام عيادات متنقلة بالكشف على الأهالي وإجراء العمليات الجراحية لهم بالمجان. وامتدت جولات قطار الخير إلى 25 مركزا من أصل 51 مركزا في سوهاج. كما رجعت مبادرة حياة كريمة الموقف التنفيذي في 18 محافظة، حيث تتواصل أعمال توسعة السكك الحديدية في القليوبية وتطوير شبكات المياه والصرف الصحي في العديد من القرى، وكذلك إعادة تأهيل المدارس وتطويرها بمحافظات المنوفية والغربية والشرقية والأقصر وسوهاج. وتستمر المبادرة الرئاسية حياة كريمة في حصر المشروعات واحتياجات المواطنين في كل القرى المستهدفة بمشاركة العديد من جهات ومؤسسات الدولة، بالإضافة إلى 23 جمعية من جمعيات المجتمع المدني. أعلنت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد إدراج فحوصات المقبلين على الزواج للسيدات ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة الأم والجنين. وخلال اجتماع عقدته الوزيرة عبر تقنية الفيديو كونفرنس مع عدد من مسؤولي الوزارة، أعلنت أن شهادات فحوصات المقبلين على الزواج أصبحت إلكترونية وتم ربطها بالمجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة والذكية. وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة أن وزيرة الصحة وجهت بزيادة أعداد أجهزة الكشف على ضعف السمع بالوحدات الصحية، وذلك ضمن مبادرة الرئيس للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة.
بحاول أشاور للناس في مصر على إن في كلام بصوله كويس يشوفوا نتائجه علينا عملت إيه. المبادرات دي كان الهدف منها إن هي تخش على قضايا بعينها وتستهدفها وتحل ما أمكن عشان تخفف من ألام ومعاناة الناس، وأيضا عشان تخفف على النظام الصحي في مصر. احنا بنعمل ده لأنه ده دورنا، دورنا كحكومة ودورنا كمؤسسات ودورنا كمجتمع مدني، اللي احنا ناخد بإيد الناس في مصر. احنا بنحل المسألة بس بنوريكم ان حلها هو قدرات هو إمكانيات. أنا لو تخيرني بين إن أنا أكل ولا أعالج دول، لا أعالج دول. تعد منظومة التأمين الصحي الشامل نظاماً تكافلياً اجتماعياً تقدم من خلاله تقدم الدولة خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، وتتكفل الدولة من خلال تلك المنظومة بغير القادرين. نجحت الدولة في القضاء على فيروس سي، حيث تم فحص 70 مليون مواطن من سن 18 وحتى 60 خلال 7 أشهر ضمن مبادرة القضاء على فيروس سي والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية. المزيد في العرض التالي. شهدت المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار تنفيذ مئات الآلاف من العمليات الجراحية، وذلك منذ انطلاقها في شهر يوليو عام 2018.
وإلى الأردن، حيث أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في رسالة وجهها إلى الأردنيين أن الأردن آمن ومستقر بفضل عزيمة الأردنيين والجيش، مشيرا إلى أن الفتنة وئدت، وأشار إلى أن تحدي الأيام الماضية لم يكن هو الأصعب أو الأخطر على استقرار الوطن، موضحا أنه قرر التعامل مع موضوع الأمير حمزة في إطار الأسرة الهاشمية. وقد وضح أيضا أن الأمير حمزة التزم بأن يسير على نهج الآباء والأجداد وأن يكون مخلصا لرسالتهم وأن يضع مصلحة الأردن ودستوره وقوانينه فوق أي اعتبارات أخرى. ومن الأردن إلى لبنان، حيث قال الرئيس ميشيل عون إن المسؤولية الرئيسية عن الأزمة المالية تقع على عاتق البنك المركزي الذي خالف قانون النقد والتسليف بحسب تعبيره. وخلال كلمة متلفزة أكد عون أن هناك مماطلة في إجراء التدقيق الجنائي بهدف إسقاطه في ملف البنك المركزي مع إحدى الشركات، ودعا عون مجلس الوزراء إلى عقد جلسة استثنائية لأخذ قرار حماية الودائع وكشف أسباب الانهيار. أما في العراق فقد أكد وزير الخارجية فؤاد حسين أن القوات الأمنية العراقية ما زالت بحاجة إلى البرامج التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية على مستوى التدريب والتسليح. وأكد حسين في مستهل كلمته خلال انطلاق الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن، أكد أن العراق يسعى إلى مواصلة التنسيق والتعاون الأمني الثنائي، كما شدد على التزام الحكومة العراقية بحماية أفراد البعثات الدبلوماسية ومقراتها ومنشآتها. هذا ولفت وزير الخارجية العراقي إلى مضي الحكومة في تعزيز الرقابة وتوفير المتطلبات المالية واللوجستية والأمنية لتحقيق أعلى معايير النزاهة والشفافية في الانتخابات المقبلة. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن اعتراض مسيرة مفخخة أطلقتها قوات الحوثي باتجاه خميس مشيط. وأكد التحالف أن المحاولات العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تمثل جرائم، مؤكدا اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين وفق القانون الدولي الإنساني. انعقدت في القاهرة اجتماعات اللجان الأربع الدائمة للبرلمان العربي واللجان الفرعية التابعة له، حيث ستستمر هذه الاجتماعات حتى الخميس في إطار التحضير للجلسة الرابعة للبرلمان من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث والمقررة يوم السبت المقبل. وتناقش لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي عددا من البنود يأتي في مقدمتها التطورات السياسية والأمنية في الدول العربية، كما تبحث لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بعض الملفات أهمها إعداد رؤية برلمانية حول دعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030. كما تناقش لجنة الشؤون الاجتماعية والمرأة والشباب عددا من البنود أبرزها مكافحة العنف ضد المرأة، بينما تناقش لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية معوقات تنفيذ الاتفاقات والتشريعات الاقتصادية العربية، بالإضافة إلى تطورات الاتحاد الجمركي العربي. قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن مستعدة لرفع العقوبات المفروضة على إيران، بما في ذلك العقوبات التي لا تتسق مع الاتفاق الموقع في 2015. وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس إن الإدارة الأمريكية مستعدة لاتخاذ الخطوات الضرورية للعودة للامتثال للاتفاق النووي، بما يشمل رفع العقوبات التي لا تتسق مع الاتفاق مقابل امتثال إيران الكامل به. أما
في بريطانيا فقد وجه رئيس الوزراء بوريس جونسون الشكر إلى وكالة الدواء والرعاية الصحية البريطانية وآلية جافي لتوفير اللقاحات لدعمها توزيع لقاحات أسترازينيكا بعدما أكد أن أثاره الجانبية نادرة للغاية. وقال جونسون في سلسلة تغريدات أن لقاح أسترازينيكا أنقذ بالفعل آلاف الأرواح ويجب دعم مواصلة توزيعه واستمراره في حملات التطعيم للحد من تفشي فيروس كورونا والعودة بحذر إلى الحياة الطبيعية. نفذت أجهزة الدولة حملات لتعقيم المساجد ضمن الإجراءات الاحترازية التي تنفذها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا. ومن أبرز المساجد التي بدأت فيها حملات التعقيم مسجد الحسين والأسمرات، ومن المقرر أن تستمر الحملة حتى نهاية شهر رمضان المبارك. اجتمعت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم مع محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة في مدينة العريش، وأعلنت الوزيرة عن مشروعات إبداعية في أرض الفيروز لترسيخ الهوية ونشر التنوير وصون التراث السيناوي بمختلف مفرداته. من جانبه ثمن محافظ شمال سيناء جهود الثقافة الملموسة في مختلف أنحاء مصر، مؤكدا تقديم كافة أشكال الدعم للحركة الفكرية والفنية بالمحافظة، إيمانا بدور القوى الناعمة في تحقيق التنمية الشاملة باعتبارها إحدى أهم قاطراتها. افتتح محافظ البحيرة اللواء هشام أمنة معرض أهلا رمضان في مدينة كفر الدوار لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار منخفضة قبل شهر رمضان المعظم. وقال محافظ البحيرة في تصريحات لأكسترا نيوز إن المعرض يضم 13 من كبرى الشركات والسلاسل التجارية من أجل توفير وعرض كميات كبيرة من المواد الغذائية والسلع الأساسية والرمضانية واللحوم أمام المواطنين بالأسعار التنافسية. البحيرة فيها أكتر من 3000 منفذ بيع دلوقتي تم تجهيزهم عشان خدمة المواطنين. عملنا تنسيق كامل مع القوات المسلحة ومنافذها، مع الشرطة ومنافذها أمان، مع منافذ المحافظة، الغرفة التجارية، كل الكيانات شغالة جوه محافظة البحيرة. تم إمدادها كلها بسلع مدعومة طبعا، والأسعار بنسبة 25% من 20-25% تخفيض طبعا، وبنأكد على طبعا تطبيق الإجراءات الاحترازية في كل الأماكن دي. تقدم منتخب مصر 3 مراكز في التصنيف الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وصعد المنتخب الوطني من المركز 49 إلى المركز 46 عالميا والسادس أفريقيا والرابع عربيا. وكان منتخب مصر قد تأهل إلى بطولة أفريقيا والمقررة في الكاميرون عام 2022 متصدرا مجموعته في التصفيات. من جهة أخرى بقي منتخب بلجيكا في صدارة الترتيب، ثم منتخبا فرنسا والبرازيل في المركزين الثاني والثالث. وصل فريق الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك استعدادا لمواجهة سيمبا التنزاني يوم الجمعة بالقاهرة في ختام دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. وكان الأهلي ضمن التأهل إلى دور الثمانية بعد تعادله مع مضيفه المريخ السوداني بهدفين لكل منهما في الجولة الخامسة.
واصل فريق الزمالك تدريباته تحت قيادة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، وذلك استعدادا لمواجهة تونغيت السنغالي السبت المقبل في الجولة 6 والأخيرة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها في استاد القاهرة الدولي. وأجرى الجهاز الفني تقسيمة بين اللاعبين ركز فيها المدير الفني على بعض الجوانب الفنية والخطية لتطبيقها في الفترة المقبلة. أما الإسماعيلي فقد حقق فوزا مهما على المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة 18 للدوري الممتاز، ويعد هذا الفوز هو الأول للإسماعيلي مع مديره الفني إيهاب جلال ليرفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز 17، بينما تجمد رصيد المصري عند 26 نقطة في المركز 4. نجح باريس سان جيرمان الفرنسي في خطف فوز مهم من بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 3 أهداف مقابل 2 في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا. وشهدت المباراة تألق مهاجم باريس سان جيرمان اللاعب الفرنسي كيليان مبابي الذي أحرز 2. ومن المقرر أن يقام لقاء العودة في ملعب حديقة الأمراء بباريس في الأسبوع المقبل. وضع تشيلسي الإنجليزي قدما في الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه على مضيفه بورتو البرتغالي، وذلك بهدفين مقابل لا شيء في ذهاب دور الثمانية من المسابقة. وسجل ماسون ماونت الهدف الأول لتشيلسي في الدقيقة 32 قبل أن يضيف تشيلويل الهدف الثاني في الدقيقة 85. يذكر أن مباراتي الذهاب والإياب ستقامان في مدينة إشبيلية الأسبانية، وذلك بسبب قيود السفر الناتجة عن أزمة فيروس كورونا المستجد. تقام اليوم الخميس 4 مباريات ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، وستقام جميع اللقاءات في 9 مساء. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الخميس طقس حار نهاراً معتدل ليلاً ورياح نشطة على معظم الأنحاء، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة. ختام هذه النشرة وإليكم تذكرة بأهم العناوين. الرئيس السيسي يفتتح مجمع الإصدارات المؤمنة ويؤكد أن جميع الخيارات في التعامل مع قضية سد النهضة مفتوحة. شكري يؤكد عقب لقائه الحريري أن مصر حريصة على بذل كل الجهد لاستقرار لبنان. عون يؤكد أن المسؤولية الرئيسية عن الأزمة المالية في لبنان تقع على عاتق البنك المركزي.
نحيط علم سيادتكم بأن تردد أكسترا نيوز الجديد 11785 ومعدل الترميز 27500 ومعامل الاستقطاب رأسي. كنت معكم في هذه النشرة، أنا إنجي طاهر، في أمان الله.